كيف تتحول المناسبات الدينية كرمضان إلى مناسبات لنشر الأفكار المضللة والطائفية؟ ما هي مخاطر تلغيم المجتمع بما يسمى الدورات الثقافية؟ وهل يستبدل الولاء للوطن والجمهورية بالولاء للسيد؟ أهلا بكم. يلجأ اليمنيون إلى المساجد في مواسم العبادة باعتبارها مواطن طهر وخير وتوجيه وإرشاد، إذ اعتادوا فيها على تلقي المواعظ والنصائح، لكنها لم تعد كذلك منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الحكم في صنعاء في العام 2014 وحتى اليوم، يقول كثيرون. فخطب الجمعة والمواعظ المسجدية تحولت إلى دروس طائفية ومحاضرات تحريض على المخالفين من سكان المناطق الأخرى أو على النساء أو على الفئات الضعيفة في المجتمع. وبدلا من أن تكون المساجد أماكن للسمو الروحي، صارت مصانع للتعبئة الفكرية الطائفية والحشد لإمداد الجبهات بالمزيد من المقاتلين. اليوم وبعد كل هذه السنين من سيطرة ميليشيا الحوثي على المساجد، هل صارت المناسبات الدينية مواسم حوثية لصيد المزيد من المواطنين وإرسالهم إلى الحروب؟ وهل يمكن للحوثيين من خلال المساجد التأثير الحقيقي على الناس واستبدال الولاء الوطني بالولاء لقائد الميليشيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. تعتمد ميليشيا الحوثي على التعبئة الفكرية الطائفية كأداة أساسية لتحشيد المقاتلين وتغيير هوية المجتمع، ومنذ سيطرتها على أول مسجد في مديرية مران بمحافظة صعدة، وهي تعتمد على خطاب المسجد لإصباغ حضورها الأمني والسياسي بالصبغة الدينية والمذهبية. وبطبيعة الحال فإن ميليشيا الحوثي تسعى دائما لاستثمار المواسم والمناسبات الدينية لتعزيز حضورها وكسب المزيد من الأنصار لتحشيدهم لاحقا في حربها ضد الدولة. ولا تكتفي ميليشيا الحوثي بالخطب المسجدية، بل تعمد إلى نشر محاضرات يومية لقائد الميليشيا، إضافة لكم هائل من الضخ الإعلامي المشابه عبر مختلف وسائل الإعلام التابعة لها. يستبشر ويرتاح. وفي سبيل ذلك دأبت ميليشيا الحوثي على استهداف خطباء وأئمة مساجد لتحويلهم إلى أدوات لنشر الأفكار الطائفية وحشد المقاتلين أو استبدالهم بآخرين من الموالين للجماعة والمنخرطين في مشروعها الطائفي. ومضيت في أزقة دمشق. مشروع الحوثيين التدميري بخلفيته الدينية الطائفية يسعى لخلق أسباب حرب طويلة الأمد وتقسيم المجتمع على أسس طائفية على أمل حكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم استنادا للتقسيم المذهبي والطائفي. ولذلك تعمد ميليشيا الحوثي لاستخدام كل وسائل الترغيب والترهيب لإجبار أئمة المساجد على الانخراط فيما تسميه بالدورات الثقافية المعنية بتلقين المبتدئين مبادئ وأفكار الجماعة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يرفض الالتحاق يكون مصيره السجن والإخفاء القسري والتعذيب والطرد من عمله واستبداله بآخرين ممن أصبحوا منخرطين ضمن مشروع الميليشيا. تتصاعد التحذيرات من عواقب خطيرة لسلوكيات الميليشيا التي تدفع المجتمع نحو انقسام طائفي لم يشهده من قبل، ولكن الميليشيا لا تهمها هذه الحسابات بقدر ما يهمها الحصول على أكبر قدر ممكن من الأنصار لتوسيع جبهات حربها ضد باقي اليمنيين. ألم يكشفهم القرآن على حقيقتهم؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب الأكاديمي والباحث الدكتور عادل دشيلة. أرحب بك دكتور عادل معنا من اسطنبول، أهلا وسهلا بك ورمضان كريم. حياكم الله دكتور. إذن حل رمضان على اليمنيين، لكن الميليشيا لم يعني كما يقول كثيرون لم تفوت الأمر، سرعان ما سارعت باستغلالك كمناسبة للتعبئة الطائفية، الدورات الثقافية حسب ما نقلت كثير من الأخبار. برأيك لماذا تعمد الميليشيا للقيام بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أخي الكريم ورمضان كريم. طبعا هذا ليس بغريب على الحركة الحوثية، فهذه العصابة الميليشاوية وضعت لها أهداف استراتيجية منذ اليوم الأول، وهذه الاستراتيجية تسعى أو تقوم على تغيير الهوية الثقافية للشعب اليمني. نحن أمام خطر وجودي وثقافي، هذا الخطر يتمثل بالحركة الحوثية التي تحاول تغيير الهوية الثقافية للشعب اليمني وتحويله إلى ما يشبه العبيد في يعني في ونحن في القرن 21. الحركة الحوثية حتى اللحظة هناك شبه تقارير مؤكدة تدرب أكثر من 60,000 من الأطفال والأبرياء وأبناء القبائل في مراكزها الطائفية. الحركة الحوثية أول ما وصلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء قامت بتغيير أئمة المساجد وأيضا إحراق بعض الكتب، ونحن لا ننسى ماذا فعلت بمكتبة المفتي الديار اليمنية الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، وكيف حولت مكتبته الخاصة إلى مكان ما يشبه المقيل. إذن الحركة الحوثية أول ما قامت به هو تغيير بعض المناهج وأيضا تغيير الخطباء وأيضا إبعاد حفاظ القرآن من المساجد وما شابه ذلك. لذلك الحركة الحوثية تحاول جاهدة أن تقوم بغرس فكرها الطائفي القائم على العنصرية، مثلها مثل الحركة الكاثوليكية المسيحية، مثل الحركة العنصرية في جنوب أفريقيا، مثل حركة جوزيف توني في أيضا في 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 دولة في أحد الدول الأفريقية، مثلها مثل أي مثل الحركة العنصرية في الهند وما إلى ذلك. إذن الحركة الحوثية هي حركة طائفية ميليشاوية انقلابية مسلحة، وستحاول جاهدة غرس فكرها الطائفي في القوة العسكرية ما لم يتم إخمادها عسكريا. لكن أليس يعني من المفترض أن تكون هذه المناسبات مناسبة كرمضان فرصة للتقريب بين الناس، التقريب بين المختلفين سياسيا بما يجمع أو ما يجمع الناس دينيا من جهة أخرى؟ الحركة الحوثية ليست حركة سياسية حتى نقول أننا يعني في خلاف سياسي معها، هذه حركة أيديولوجية، هذه حركة عنصرية قائمة على فكر طائفي عنصري. إذا كان ما يسمى بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي يقول في أحد كتبه أن تقبيل الركب من طاعة الله، ويستدل بآية كريمة ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حسب ما أورد هذه الفكرة الباحث اليمني زيد جابر، ولديه نسخة بخط قلم بخط والد عبد الملك بدر الدين الحوثي. إذن نحن أمام عصابة، هذه عصابة طائفية، هذه عصابة قائمة على لغة الدم. أنت لست في خلاف سياسي معها حتى تقول أنها تقوم بتقريب وجهات النظر، هي ترى الآخر أنه عدو. كل من لم يعترف بالولاية وبأن عبد الملك بدر الدين الحوثي هو إمام المسلمين فهو عدو، وبالتالي مصطلح الدواعش، مصطلح السلفية، مصطلح أيضا التكفيريين متواجد لدى هذه الحركة. هذه الحركة لا تعترف بالآخر، ولو كانت تعترف بالآخر ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نحن الآن في حرب عسكرية مع هذه الميليشيا، في حرب ثقافية، في حرب سياسية، في حرب إعلامية. إذن هذه الحركة كما ذكرت لك في البداية هي حركة عنف دينية مسلحة تقوم على إقصاء الآخر ولا تقبل بالآخر، وأيضا رفض الآخر جزء أساسي من أيديولوجية الحركة الحوثية، وتستغل مثل هذه المناسبات الدينية لغرس أفكارها الطائفية في أوساط المجتمع وبين أبناء الأبرياء وأبناء القبائل حتى تجذب أكبر قدر من أبناء المناطق الشمالية إلى صفها، كي تستخدمهم كدروع بشرية وفي مواجهة أبناء اليمن في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها. طيب، الحديث عن أن هناك أخبار تتحدث على أن الميليشيا عمدت إلى تغيير خطباء لمساجد إحلالهم بآخرين يحملون ذات النهج، برأيك هل سيستمر الأمر بهذا الشكل؟ ما هي ردود فعل الناس حول هذا التغيير؟ طبعا الحركة الحوثية تستخدم العنف ضد كل من يخالف
فكرها، ولذلك هي الآن كل من يخالف فكرها في المساجد أو حتى في المراكز الثقافية أو حتى في المدارس تقوم باستخدام القوة ضد أي شخص يعارضها، حتى أرهبت الناس. أخي الكريم، تحولت المساجد في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها إلى أماكن مهجورة، حفاظ القرآن أصبحوا يخافوا ولا يريدوا ولا يقرؤون القرآن داخل المساجد خوفا من الحركة الحوثية وخوفا من الميليشيات المسلحة التي تنتشر عصاباتها في كل حارة وفي كل شارع وفي كل جامع. اليوم تحولت المناطق التي تحت سيطرة الحركة الحوثية إلى جغرافيا كارثية. اليوم لا تقام صلاة التراويح، لا تقام حتى أذان المغرب، لا يتم الإفطار إلا بعد أن تطلع النجوم في السماء أو ما إلى ذلك. إذن أنت أمام عصابة، هذه عصابة، عصابة مسلحة مثلها مثل أي جماعة دينية، سواء أكانت مسيحية أو سواء أكانت عصابة أخرى من الديانات الفلسفية مثل الهندوس وأيضا عصابات. إذن هي عصابة دينية قائمة على العنف وترفض الآخر وتستخدم كل ما لديها من وسائل القوة لإجبار الآخرين على الاقتناع أو على أتباع منهجها الطائفي القائم على لغة الدم. دعنا نشك معنا في الحوار دكتور عادل السيد ثابت الأحمد الكاتب الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد ثابت الأحمد. إذن من خلال ملاحظتك ورصدك، كيف استطاع الحوثي استغلال المناسبات الدينية وتوظيفها سياسيا وعنوانتها بخطاب ثقافي وطائفي كما يقول كثيرون؟ أهلا وسهلا أخي العزيز والمشاهد الكريم وبضيفك العزيز أيضا. أخي العزيز، في الواقع أزمتنا وخلافنا مع الحوثي هو في المقام الأول أزمة ثقافة وأزمة فكر في الدرجة الأولى. السلاح أو اللغم الذي يزرعه الحوثي في الحقول وفي الطرق وفي الميادين كان قبل ذلك لغما في رأسه، كان قبل ذلك لغما داخل ملزمة السيد مرجعهم الأول، هو لغم فكري، هو لغم في العقل، انتقل بعد ذلك إلى الجانب المادي إلى لغم على أرض الواقع. وبالتالي كانت هذه الحرب هذه اليوم الحرب العسكرية هي انعكاس للمخرجات الثقافية والفكرية، وهي كذلك انعكاس لسنوات من الإهمال. طالت 15,000 طالبا في البداية في صعدة فقط، وهذه هي الخطورة. يعني في 2004 تحديدا خرج حسين بدر الدين الحوثي وهو يملك 15,000 طالبا فقط مؤدلجا، استطاعوا أن يواصلوا 6 حروب، وما بالك اليوم وقد أصبح يملك 5 مليون طالب يمني يحاول أن يغسل أدمغتهم بفكره المزيف ليحكم من خلالهم اليمن، بل يحكم من خلالهم الجزيرة العربية حتى وهم. الحرب في المقام الأول هي كما قلنا ثقافية وفكرية، وبالتالي قبل أن تتوقف الحرب أو قبل أن نسعى إلى توقفها نهائيا يجب نزع الألغام الفكرية تماما، ومن ثم يستطيع أن يعيش الناس أسوياء بطريقة أو بصورة طبيعية. يعني في هذا السياق الآن صنعاء ما حولها من المناطق التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين، يعني بشهادة كثيرين هي تستقبل خطاب واحد، خطاب الحوثي الذي يصنف على أنه خطاب طائفي مذهبي. السؤال هنا، كيف يمكن توعية الناس بمخاطر هذا النوع من الفكر كما يقال؟ في الواقع المواطن الذين يقبعون اليوم تحت سيطرة الحوثي من الصعب إقناعهم إلى حد كبير، لأن الحوثي قد ملك عليهم كل أو أغلب وسائل الإعلام هناك من قنوات وإذاعات محلية وصحف وما إلى ذلك، وهي طبيعة العصبويات الأيديولوجية المتعصبة والمتحيزة لذاتها، لا تقبل أي لون آخر، لا تقبل بأي مواطن أن يكون شريكا أو متشاركا، لا تقبل به إلا أن يكون تابعا، فهي تقمع كل لون وكل خطاب يخالف أو بالعكس ليس مجرد يخالف بل لا يتفق مع خطابها على أي نحو كان. ولذا اليوم لو تأملنا بنظرة خاطفة على طبيعة الخطاب الثقافي الموجود في صنعاء لوجدناه لونا واحدا فقط، ليس هناك أي مظهر من مظاهر الخطاب المعارض داخل صنعاء أو داخل أو تحت سيطرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي بشكل عام أبدا، لأنه لا يمكن أن يقبل بذلك سواء الخطاب الصحافي الخطاب الثقافي الخطاب الديني، بل إنه يوظف
كل شيء بما في ذلك الدين لخدمة أهدافه وأجنداته ولتعزيز خرافاته الدينية التي يحاول أن يقنع الناس بها. بما في ذلك الجامعات، لقد حول الجامعات وهي أعلى المراكز الثقافية والتنميرية في المجتمع إلى أوكار خبيثة لخدمة خرافته الزائفة، وأصبحنا نرى اليوم أكاديميين يرفعون أيديهم ويؤدون الصرخة، وأكاديميين آخرين يناقشون ما يسمونه فكر السيد حسين، وآخرين ينظرون لتلك الخرافات الزائفة يعني في ملازم السيد كما يقولون. طيب الآن في سياق الحديث عن المستقبل، إذا ما جئنا إلى المستقبل وتحدثنا عما يمكن أن يحدث فيه، اليمنيون ربما لم يعرفوا مثل هذا الاستقطاب الطائفي الحاد، كانوا هناك نوع من التعايش والاستقلالية فيما يتعلق بالتفكير والانتماءات الفكرية. كيف سيتم الآن معالجة مثل هكذا مسألة في المستقبل بالحديث عن ضخ فكري أيديولوجي واحد الآن يحدث؟ أولا هناك ملاحظة مهمة هنا يجب أن أنبه إليها، واسمح لي أن أختلف معك في مسألة كان هناك تعايش. هذه هي الخرافة التي يسوقونهم لها منذ فترة طويلة ويحاولون أن يقنعون بها. نحن في صراع معهم منذ على الأقل 400 سنة أو أكثر، منذ بداية الإمام القاسمية. بالعكس، لم تمر سنة واحدة على الإطلاق في تاريخ الإمامة وليس في حرب مع اليمنيين. كل صراعهم، كل تاريخهم مع اليمنيين هو صراع وحروب بين كل حرب وحرب حرب ثالثة، يعني ننتقل من حرب إلى حرب على مر التاريخ، ويأتون اليوم ليقنعون أن هناك تعايش. أن أي تعايش؟ هو تعايش إذا كان هناك من بعض مظاهر الاستكانة أو الهدوء، فهي تعايش الجلاد والضحية لا أكثر، تعايش الذئب والماعز. هذا هو التعايش الذي في الواقع الذي نقرأ عنه بين كتب التاريخ. لا تعايش إطلاقا مع الجماعات العنفية، لا تعايش مع العصابات، لا تعايش مع الإرهاب. الجماعة الإمامية هي جماعة داعش الأولى، جماعة داعش المبكرة، القاعدة الأولى، القاعدة المبكرة منذ مجيء يحيى حسين الرسي المجرم الأكبر، وانتهاء بالإمام يحيى والإمام أحمد ومحمد البدر، واليوم أيضا بانتهاء بعبد الملك الحوثي الذي يعتبر نسخة من سيده المجرم يحيى حسين الرسل. هذا أولا فيما يتعلق بخطابهم، سيظل خطابهم مسيطرا ما دام الحوثي ممسكا بالقوة، وسيظل كذلك وسيغسل عقول الأجيال، وهذا أمر خطير جدا. اليوم هناك تجريد للهوية، هناك حالة خمينية مستوردة، ليست حتى إمامية. بالعكس، الشعار وطبيعة التنظيم ومظاهر ثقافية أخرى هي مظهر خميني وليس إمامي، استوردوه من إيران. واليوم نرى التطبير ونرى الحسينيات ونرى العاشورائيات ومظاهر خمينية تماما، وكأنك في وسط طهران ليس في وسط صنعاء. هذه مظاهر ثقافية مستوردة يحاولون أن يغسلوا بها أزمغة اليمنيين وخاصة الجيل الناشئ، وفي الواقع قد يؤثرون إذا لم يتم قطع دابر هذه الجماعة في أقرب وقت. إن بقاءهم يوما واحدا في السلطة سنضطر أن ندفع ثمنه سنوات فيما بعد. النكبة الثقافية التي جناها الحوثي في حق اليمنيين لا تقل عن النكبة العسكرية في الميادين والجبهات. شكرا لك سيد ثابت الأحمد الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور دشيلة، في سياق الحديث عن هذه المخاطر مثل هكذا تحريض ديني على المجتمع التعبئة، أيضا مسألة أن هناك الكثير من أبناء اليمن الآن يدفعون إلى جبهات القتال يعني تحت هذه اللافتات الطائفية، إلى أي مدى هذا الأمر يغرس بداخل المجتمع الآن ويتسبب بمشاكل مستقبلية ربما لا نرى يعني إلا ما جزء منها حاليا، أو كما يقال جزء من جبل الجليد كما يقال؟ أخي الكريم، الخطر الثقافي أكبر بكثير من الخطر العسكري. اليوم
الحركة الحوثية كما ذكرت في البداية لديها أهداف دينية واستراتيجية واضحة لغرس فكرها الطائفي بين أبناء القبائل. الآن يتم تحشيد أبناء القبائل إلى الجبهات تحت مسمى مواجهة العدوان ومواجهة ما يسمى مواجهة حلفاء اليهود والنصارى، وأيضا من أجل الولاية، ولاية من؟ ولاية عبد الملك بدر الدين الحوثي. الحركة الحوثية الآن هي تقسم المجتمع اليمني إلى سيد وعبد، لا يوجد إلا سيد وعبد. الحركة الحوثية التي تقول اليوم بأنها تقاتل من أجل أبناء اليمن، لا، هي تقاتل من أجل أن تستعبد أبناء اليمن. إذا نحن أمام خطر ثقافي وجودي في المستقبل عندما نتغلب. عندما أنا متأكد، مثل ما أنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيعاقب كل إنسان بقدر ذنوبه، أنا أؤمن إيمانا قاطعا لا شك فيه أن الحركة الحوثية ستنتهي في المناطق الشمالية، ولكن الخطر في المستقبل سيكون كيف نعالج آثار تلك الحركة، كيف نعالج الآثار الثقافية والدينية والطائفية التي غرستها الحركة الحوثية في عقول أبنائنا اليوم في هذه المناطق، خصوصا وأنه لا يوجد أي صوت سوى صوت المسيرة الشيطانية وليس القرآنية. إذن كلما تأخر الحسم العسكري، كلما تمادت أو كلما انتشر فكر الحركة الحوثية بطريقة مخيفة في المناطق الشمالية، أنا أوجه من هذا المنبر عبر قناة بلقيس اليمنية أن أبناء اليمن ليسوا في خلاف مع أبناء الطبقة الهاشمية، وأن الخلاف مع من يقول بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لحكم الناس، والذي يسعى إلى تفريق الناس بين قبيلي وهذا مسمم، هذا قروي وهذا هاشم وهذا كذا. نحن عندما نقول نواجه الحركة الحوثية، نحن نواجه فكر طائفي جهنمي قائم على لغة الدم والعنف، جزء أساسي من هذه الحركة. ولا مستقبل لأبناء الطبقة الهاشمية، ولا مستقبل لأبناء اليمن إلا بإنهاء هذا الفكر الدخيل على أبناء اليمن. لو رجعنا إلى الوراء جيدا وقرأنا تاريخ الرسي، وقرأنا تاريخ شرف الدين، وقرأنا تاريخ علي بن المهدي، وقرأنا تاريخ محمد بن المتوكل، وقرأنا تاريخ القاسمي، وقرأنا تاريخ الأئمة، وقرأنا تاريخ مجد الدين المؤيدي، وقرأنا تاريخ والد عبد الملك الحوثي، لوجدنا هناك الكثير من الأفكار الضالة التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. واليوم هذه الحركة عندما دخلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ها هي تحاول إعادة التاريخ الشعب اليمني إلى الوراء 1000 عام. لكن أنا أتوقع بأنه لا خطر على أبناء اليمن إلا الفكر الحوثي القائم على الطائفية والعنصرية المقيتة. وإذا لم يتم إنهاء هذا التمرد في أقرب وقت ممكن، معنى ذلك أننا سندفع الثمن في المستقبل باهظا. لكن يعني في نهاية المطاف من يوجهون هذا الخطاب ليسوا بالضرورة منتمين لهذه الجماعة، أو بالأصح ليسوا من هذه الطائفة إن صح التعبير، أو مستفيدين بشكل أو بآخر، باستثناء يعني الجزء اليسير أو النزر اليسير من جماعة الحوثي. نتحدث عن مثلا من هم خطباء في بعض المساجد ما شابه، هل يقع على هؤلاء يعني وزر من يوجه الخطاب ذاته؟ هل عليهم المسؤولية أيضا؟ كيف ترى الموقف منهم أنت دكتور؟ طبعا من يدير المساجد اليوم هم خريجي الكهوف والغرف المغلقة والدورات الثقافية الطائفية، ماذا تتوقع من هؤلاء؟ أنا كنت في أحد المساجد في أحد المحافظات اليمنية قبل 4 أعوام وهو يوجه الاتهامات لأبناء اليمن من على المنبر، إن بينكم منافقين، إن بينكم كذا، حتى تحولت الجمعة إلى سب ولعن وشتم. وبالتالي ماذا تتوقع من هؤلاء؟ هؤلاء جاءوا محملين بثقافة الدم، محملين بثقافة العنصرية، وينشرون أفكارهم وسمومهم في أوساط المجتمع. ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأن المجتمع يفهم ذلك، خصوصا كبار السن والمتعلمين والمثقفين والأكاديميين وأيضا طلاب العلم. ولكن الخطر هو على أطفالنا وعلى الطبقة غير المتعلمة، على الأميين، على نساءنا، على أطفالنا الذين اليوم يتلقون هذه الدروس
عبر هذا الكم الهائل سواء عبر شبكات التلفزة التابعة لحركة الحوثي، هناك هناك الكثير من القنوات الفضائية، أو سواء عبر الإذاعات الإذاعة، أو سواء عبر الدورات الثقافية، أو سواء عبر هذه المساجد. إذن حتى المساجد أصبحت الآن خالية من المصلين. المسجد الذي كان يصلي داخل ما 2000-3000 أصبح يصلي داخل ما يعادل 30-40 شخص. الحركة الحوثية دمرت كل جميل. إذن نحن، وأكرر هذه العبارة، الخطر والذي يهدد مستقبل اليمن هو الخطر الثقافي، أي محاولة الحركة الحوثية لتغيير الهوية الثقافية. لابد أن ننتبه لهذه النقطة. تغيير الهوية الثقافية أهم ما يكون ما ينبغي أن نركز عليه في المستقبل، وكيف أن نمحي هذه الأفكار الطائفية التي غرستها الحركة الحوثية في عقول أطفالنا. لكن هل يعقل أن لا تواجه مثل هكذا أفكار دكتور عادل إلى الآن؟ هل ترصد أنت من خلال متابعتك ما يمكن أن يكون دحضاً أو مواجهة لمثل هكذا الأفكار، على الأقل إذا لم يكن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، باعتبار أن هناك يعني صعوبة جغرافية في الوصول وصعوبة ربما على المستوى الأمني أيضاً بكل تأكيد في الفضاء العام في الإنترنت؟ هل ترصد مثل هكذا أمر؟ أعذرني، هل ممكن تعيد السؤال؟ دكتور، يعني في مواجهة كل ذلك، ما يعني ما تقول ما توصفه أنت على أنه تحريض، على أنه تعبئة طائفية بمواجهة اليمنيين، هل من مجهود مقابل للتوعية إن صح التعبير، لنشر الأفكار الصحيحة من وجهة نظر يمنية إن صح التعبير؟ طبعا يوجد توعية، ولكن توعية شخصية، أما الدور الدولة اليمنية فهو غائب بشكل كلي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الحوثية. ولكن اليوم تغير الخطاب حتى في شبكات التلفزة وحتى في الوسائل الإعلامية التابعة للدولة إلى التركيز على الجانب السياسي والعسكري في مواجهة هذه الحركة، وهذه إشكالية. أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه الخطاب الخطاب الهادئ أو الإعلامي أو حتى نقول الخطاب القائم على التوازن والقائم على المسؤولية الأخلاقية والدينية تجاه ما يحدث في المناطق الشمالية ليس بالشكل المطلوب. هناك قصور، هناك أخطاء، هناك لا مبالاة من قبل التيار الآخر، وأنا أقصد بذلك التيار الجمهوري أو التيار الوطني الذي يواجه الحركة الحوثية اليوم. الحركة الحوثية تعرف جيدا أنها لا يمكن أن تدخل إلى المجتمع إلا عبر الأفكار الطائفية وعبر الثقافة الدينية القائمة على تنزيه وعلى تمجيد أفكار الإمامة وأيضا رموز الإمامة. إذن هناك قصور من الجانب الآخر، بينما الحركة الحوثية نجحت في هذا الجانب خصوصا في المناطق الشمالية، ولكن لن يستمر ظلام الليل. لابد لليل من فجر، مثلما سقطت الإمامة في ستينيات القرن الماضي ومشروعها الجهنمي، ستسقط الحركة الحوثية ومشروعها الطائفي اليوم أو غدا أو بعد غد. المستقبل لأبناء اليمن، لأن الحركة الحوثية لا يوجد لديها مشروع سياسي، لا يوجد لديها مشروع عنصري طائفي ديني قائم على تمجيد رجل يسكن في الكهف لا أحد يعرفه إلا عبر قناة المزيرة. إذن لا مستقبل الأفكار الطائفية. انهزمت الحركات العنصرية في جنوب أفريقيا، وانتصر الأبرياء في جنوب أفريقيا، انتصر الأبرياء في الهند، وهزمت الحركة العنصرية، وحتى الكاثوليك والصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في الأخير انتصر الأبرياء، انتصر الخير على الشر، وهنا حتما سينتصر الخير على الشر في المستقبل، وأقصد بذلك سينتصر التيار الوطني على هذه الميليشيات المتمردة المتناثرة في طول وعرض المناطق الشمالية. دعنا نشكر معنا في الحوار دكتور عادل السيد نبيل البكيري، رئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية، الذي انضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بك سيد البكيري. إذن يعني يبدو اليمن يعيش مأزقا تاريخيا في صراع مع الميليشيا، إلى جانب الصراع العسكري هناك أيضا حرب ثقافية، هناك مسألة تطييف كامل كما يقول الكثير من المراقبين، وذلك تحت لافتات مناسبات دينية ومنها رمضان. كيف تتابع أنت ذلك؟
لا شك انه اول مساء الخير لك ومشاهدينا الكرام ومشاركم مبارك جميعا. لا شك انه جزء من المعركه الكبيره اليوم والتي في شقها الامني والعسكري التي نراها اليوم على امتداد 5 سنوات ليست الا يعني واحده من تداعيات الملف الثقافي. الازمه في حد ذاتها في اليمن هي ازمه ثقافه، هي ازمه هويه وصراع ثقافي وصراع هوياتي بين هويه وطنيه، هويه تاريخيه يمنية وهوية طائفية لجماعة أقلوية ترى أنها مدعومة بنظرية إلهية مسنودة بهذه النظرية الخرافية التي تدعي أنها بموجبها تمتلك سكن لحكم اليمن واستعباد اليمنيين. أنا باعتقادي الشق الثقافي للأزمة الحالية في اليمن هو الشق الأكثر خطورة اليوم ومساره هو الأكثر خطورة على سير هذه المعركة، باعتبار أنه ما يتم في هذه المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي وعلى امتداد أيضا حتى ما نلاحظه في الخطاب الإعلامي والخطاب الصحفي والخطاب الديني لهذه الجماعة من خلال مؤسساتها، من خلال قنواتها التي أو القنوات التي تم السطو عليها وهي قنوات الدولة. نلاحظ حجم التعبية المذهبية والطائفية والتحشيد المذهبي في هذه المعركة ومحاولة فرض وإجبار المجتمع على تقبل هوية غير الهوية الوطنية لهذا المجتمع ومحاولة خلق هويات طائفية على هامش هذا أو فرضها من هوية هامشية إلى هوية مركزية وجوهرية في قلب المجتمع ما يغذي هذه الصراعات ويؤدي إلى هذه المعارك الكبيرة على كل المستويات. وبالتالي اليوم معركة اليمنيين مع هذه الجماعة ليست بقدر ما هي معركة عسكرية، هي في شقها الكبير هي معركة ثقافية ومعركة وطنية هوياتية بدرجة رئيسية، ويجب أن يكون الانطلاق في هذه المعركة هو من هذا المفهوم ومن هذه القدر ومن هذه الخلفية الثقافية لهذه المعركة التي تعني أن هناك جماعة تريد أن أقلوية تريد أن تفرض أفكارا طائفية مذهبية على شعب متنوع ومتعدد ثقافيا ومتعدد فكريا ومذهبيا. لكن هل يعتبر ما يحدث الآن غزوا فكريا دخيلا على اليمنيين؟ هل يمكن اعتبار ذلك؟ المسألة ليست مسألة غزو فكري، لأنه بالمجمل هي هذه الجماعة هي جزء من هذا المجموعة الوطنية وجزء من هذا النسيج الوطني. بس تكمن الإشكالية إنه هذه المجموعة وهذا الجزء من اليمنيين وهم بالأساس يمنيين يعني ليسوا وافدين على هذه البلاد، لكن تكمن الإشكالية أنه الفكرة التي يتغذون عليها والتي يحملونها هي فكرة عنصرية إقصائية في درجة رئيسية تريد أن تفرض هذه الفكرة على غيرها من المجتمع، وهي فكرة أقلوية لا قد لا تمثل 10% في أقصى حدود التعبير عن 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 الكمي لهذه الجماعة، قد لا تمثل 5% من المجتمع اليمني، لكنها تكمن إشكاليتها أنها تريد فرض هذه الأفكار وتريد فرض هذا التوجه وهذه الرؤية للحياة والدين، تريد أن تفرض الناس وتقصرهم على هذه الهوية وعلى هذا التوجه. وبالتالي هنا تكمن خطورة وإشكاليتها اليمنيين مع هذه الجماعة أنها لا يمكن التعايش معها إلا إذا كانت يعني مسلوبة القرار ومسلوبة السلاح، أما إذا ظلت هذه الجماعة ممسكة بالقرار وممسكة بالسلاح سيستحيل بل سيكون من 7 مستحيلات التعايش مع جماعة بهذا المنهجية وبهذه العقلية الضيقة والطائفية والشوفينية التي ترى في نفسها مقدسة وترى في نفسها أنها الحق بعبادة الناس وبتسيير شؤونهم بالطريقة التي تراها. تفضل بالبقاء معي سيد البكيري. أعود إليك دكتور عادل دشيدة. في سياق التعامل مع هذه الأفكار، التعامل مع من يطلق هذه الأفكار، ما هي السبيل الأمثل؟ هل هي يعني ما هي الطريقة المثلى؟ هل هو محاولة الاستقطاب، محاولة الاستدراج إلى المشترك الوطني الكبير؟ هل هي محاولة الاستمرار في المواجهة العسكرية المسلحة؟ هل هي مسألة الضخ الفكري والثقافي المقابل؟ ما هي الطريقة المثلى برأيك؟ طبعا يخوض اليمنيون حربهم مع هذه العصابة بكل الوسائل المشروعة التي كفلها لهم دستور البلاد. لذلك أنا من وجهة نظري لابد أن تتحرك المعركة الوطنية في كل الاتجاهات، الجانب العسكري على الأرض والجانب الثقافي والجانب السياسي
وأيضا الجوانب الأخرى، لأنه لا خيار أمام أبناء اليمن إلا مواجهة هذه العصابة. نحن عندما نتحدث عن هذه العصابة نتحدث عن فكر جهنمي، فكر طائفي يقوم على تفكيك المجتمع إلى هويات متناثرة. تخيل عندما ظهرت الحركة الحوثية بهويتها الثقافية، ما يسمى بالمذهب الزيدي أو الجارودي أو ما يسمى بمذهب عبد الملك بدر الدين الحوثي، ظهر لنا هويات أخرى في المناطق الجنوبية، وهناك من يتنكر لهويته، وظهرت أيضا أفكار أخرى مناطقية سواء في المناطق الغربية أو في الوسطى أو حتى في الشرقية أو حتى في المناطق الشمالية. إذن هذه الحركة الحوثية، فكر الحركة الحوثية أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وأيضا وأدى إلى تدمير السلم الأهلي، وأدى حتى إلى تضييع المشتركات. كيف نحاول الآن، كيف يمكن لنا أن نعيد القطار إلى مساره الصحيح من خلال مواجهة هذه الحركة؟ أنا باعتقادي أنه لابد من مواجهة هذه الحركة العنصرية بشتى الوسائل، المثقف في إطار عمله، والجندي في إطار معركته، وأيضا الخطيب في إطار معركته الدينية، لأننا في الأخير كما ذكر الأخ نبيل أن الحركة الحوثية جزء من النسيج الاجتماعي اليمني، لا أحد ينكر ذلك، ولا يوجد لدينا خلاف على أن هذه الحركة حركة يعني ليست يمنية، هي يمنية ومن أبناء اليمن، لكن نرفض فكر هذه الحركة القائم على لغة الدم. هذه الحركة فككت أو دمرت كل المشتركات، حتى الهيومن فاليوز الذي نشتركها مع الحركة الحوثية، القيم الإنسانية، دمرتها. إذن لا مستقبل سياسي لا للحركة الحوثية ولا للطبقة الهاشمية ولا لأبناء اليمن إلا بإنهاء هذا التمرد وأيضا إنهاء هذا الفكر الطائفي القائم على لغة الدم. غير ذلك سيبقى المجتمع اليمني في حروب عبثية إلى ما لا نهاية. بالعودة إليك سيد البكيري، هل يمكن فتح صفحة جديدة الآن؟ يعني ما هي متطلبات فتح صفحة جديدة في سياق العيش المشترك بالنسبة لليمنيين؟ بالنسبة للمجتمع اليمني، أنا باعتقادي هو أكثر مجتمعات تسامحا وقبولا للمختلف معه، لكن الإشكالية ليست في المجتمع اليمني، ليست في النسيج الوطني الموجود اليوم اليمنيين بمجملهم. الإشكالية تكمن في هذه الجماعة، هذه الجماعة اليوم التي تغتصب السلطة في عاصمة القرار، في عاصمة اليمنيين صنعاء وفي المناطق التي تحت سيطرتها. هذه الجماعة لا يمكن أن يكون هناك حلول سياسية على الإطلاق معها، لأنها لا تقوم على لغة السياسة أصلا، لأنها جماعة ليست في تعريفها وفي قاموسها أنها جماعة سياسية، ولا نستطيع تعريفها أنها جماعة سياسية حتى نتعاطى معها سياسيا. هذه جماعة مذهبية عقائدية طائفية تنطلق من مفهوم الحق الإلهي في الحكم، وبالتالي حينما تنطلق من هذه المسلمات لديها فيستحيل على الإطلاق أن يكون هناك مسار ومجال للحوار السياسي أصلا معها. وبالتالي حتى تجربة اليمنيين القريبة على امتداد الخمس الست سنوات الماضية أو السبع سنوات الماضية من الحوارات التي بلغت مئات الحوارات والاتفاقات والمعاهدات مع هذه الجماعة من قبل اليمنيين، من قبل الدولة، من قبل القبائل، من قبل الوجاهات الاجتماعية، من قبل الأطراف السياسية في المجتمع اليمني، كل هذه الاتفاقيات وهذه المعاهدات كلها كانت حبرا على ورق ولم يكتب لها لأي منها النجاح. لماذا؟ لأنه باختصار أنهم ليسوا أمام جماعة سياسية، هم أمام جماعة طائفية مذهبية تدعي فكرة خرافية تقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم. وبالتالي مثل هذه الجماعات، هذه جماعة لا يمكن الحوار والنقاش السياسي معها، لذلك سيكون لزاما وسيكون حتما التفاصل العسكري مع هذه الجماعة. هذا الكلام لا أقوله هنا من قبيل التشجيع لاستمرار هذا الاقتتال والحرب، هذا الواقع الذي يفرض نفسه أصلا. لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل هذه الجماعة أن تعيش مع غيرها إلا في إطار هزيمة عسكرية شاملة. هذه الهزيمة العسكرية ستكون استعادة لهذه الجماعة المختطفة والمغيبة في أفكارها الطائفية والشوفينية. غير ذلك أنا باعتقادي حتى ولو ذهبوا إلى حوارات سياسية، هذه الحوارات ستكون بمثابة محطات لاستعادة زخم المعارك مجددا، وهذه هي قصة اليمنيين مع هذه الجماعة منذ قضاء اليمنيين على أفكارهم في ثورة 26 ديسمبر 1960. عرفنا كل الجولات التي دارت من الحروب، فضلا عن التاريخ الحديث الذي كل اليمنيين اليوم صغارهم وكبارهم يدركون حقيقة هذه الجماعة من 2004 إلى اليوم، تاريخها الأسود الدموي الذي لا يقوم إلا على قتل الآخر ومصادرة حقه في الحياة والعيش الكريم. شكرا لك أستاذ نبيل البكيري الباحث ورئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك دكتور عادل،
يعني برأيك مناصري جماعة الحوثي، مناصري من هؤلاء الذين يقومون بهذا التحشيد الطائفي، ألا يرون يعني في نهاية المطاف أنه لا يفضي بهم إلى شيء سوى إلى مواجهات عسكرية، سوى إلى موت على جبهات القتال، وكذلك على حالة من التماس العالي مع بقية اليمنيين من يعني من عائلتهم، من أقاربهم، من مجتمعهم في نهاية المطاف؟ لماذا يستمرون بهذا النهج أو على هذا النهج؟ طبعا أبناء القبائل غلب على أمرهم في بعض المناطق، ولا يمكن أن نتحدث عن الجميع. هناك من أسقط صوته، وهناك من غلب على أمره، وهناك من لا يستطيع أن يواجه الحركة الحوثية لا عسكريا ولا حتى سياسيا داخل هذه المناطق. أنا باعتقادي أن الذين تخرجوا من المراكز الحوثية هم الذين يشكلون خطرا على مستقبل البلاد الثقافي وأيضا على التعايش. أما بالنسبة لأبناء القبائل الذين لم يتأثروا بالفكر الطائفي ولم يتعلموا أو لم يأخذوا أو لم يشربوا الفكر الطائفي التابع للحركة الحوثية، باعتقادي أن هؤلاء ينتظرون لعودة الدولة اليمنية. ولكن أحياناً حتى الحركة الحوثية تأخذ أبناء القبائل تحت مسميات تعالوا بنا إلى دورة تحفيظ، ويأخذونهم إلى الجبهات. إلى الجبهات هناك كم هائل من التكتيم أو من الأفكار الطائفية التي تأخذ هؤلاء الأطفال، حتى أن البعض لا يعرف إلى أين هو ذاهب. يقول تعال إلى المركز الثقافي، ثم إذا به يشعر وهو متواجد في أحد الجبال يقول إليك تفضل اتحرك انطلق جاهد. طيب أنتم قلتم لنا إلى دورة ثقافية والآن نحن في وسط المعركة. أنا باعتقادي أن هذه المهزلة يعني ستستمر حتى إلى ما لا نهاية، ما لم يتم هزيمة الحركة الحوثية سياسيا وعسكريا. نحن لدينا تاريخ طويل مع هذه العصابة، هزمت في ستينيات القرن الماضي، وعندما هزمت عسكريا خضعت للحوار السياسي. واليوم الحركة الحوثية إذا هزمت عسكريا ستخضع للحوار السياسي، ولكن إذا لم يتم تجريم فكرها في دستور البلاد معنى ذلك أنها قد ربما يعني تهدأ لفترة من الزمن ثم تعود. الإمامة عندما انتهت في ستينيات القرن الماضي جلسنا ما يقارب الخمسة عقود من الزمن ثم رجعت من جديد بثوب الحوثي. إذن أنا من وجهة نظري الشخصية الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع اليمني اليوم هو الفكر الحوثي الطائفي، وليس أبناء أو وليس الأحزاب السياسية أو الجماعات الأخرى المتواجدة داخل المناطق الشمالية التي تخضع لحكم الحركة الحوثية. ولا خيار أمام أبناء اليمن سوى هزيمة هذا الظلام، وسيهزمونه في المستقبل القريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعود الحق إلى أهله، وسيرجع المجتمع اليمني إلى ما كان عليه في الماضي أو قبل العام 2014. دكتور عادل دوشيلة الأكاديمي والباحث كنت معنا عبر السكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا لضيفي الذين كانوا معنا، ثابت الأحمد الكاتب من الرياض، وكذا سيد نبيل بوكير رئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية من اسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.